تعالي نشوف الدعاء بيجيب نتيجة ولا لأ. تمام. مع حد من أهل الدين. تمام اتفضلي. معنا مداخلة من الشيخ أشرف عبد الجواد كبير أئمة بوزارة الأوقاف. السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام يا أستاذة. إزاي حضرتك؟ أخبار حضرتك إيه؟ الله يكرمك. إيه حكم الشرع بقى في الأم اللي بتدعي على عيالها أو الأب اللي يدعي على عياله يا مولانا؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللسان من أخطر جوارح جسد الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. طبعا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في رحلة من الرحلات، فرجل من الأنصار لعن دابته، فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينزل متاعه من عليها، ثم قال وده مربط الفرس وده الحاجة المهمة جدا اللي احنا بنحذر منها الآباء والأمهات. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، وفي رواية ولا تدعوا على خدمكم، يعني لما يكون حد عنده خادم أو خادمة ويعمل حاجة غلط فيدعي عليه. ليه؟ لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. لا إله إلا الله. طب مولانا بقى أنا عايز أسأل حضرتك هنا سؤال بقى، هل الدعوة اللي بنداعيها على عيالنا وإحنا متضايقين ممكن فعلا تستجاب، تبقى في ساعة الإجابة دي؟ نعم، لو صادفت ساعة إجابة تستجاب. وهنا كان تحذير، وهنا كان تحذير حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ان ما نعملش ده، ان احنا بس احنا بندعي يا مولانا ومن جوانا بنقول انه لا ادعي على ابني واكره اللي يقول امين. يا فندم كلام مظبوط، لكن الكلمة خرجت، وما دام انها خرجت وسمعت في هذه اللحظة من استجابة الدعاء قبلت وانتهى الأمر. دي المشكلة، عشان كده دايما حتى لو استغفرت يا مولانا وقلت له يا رب أنا كنت بقول من وراء قلبي، ما هو المشكلة إني لو صدفت ساعة الإجابة، ما صدفتش ساعة الإجابة يبقى الموضوع إن شاء الله بإذن الله. يعني لو صدفت ساعة الإجابة تبقى خلاص ما فيهاش أمر الله نافذ. عشان كده لابد من حفظ اللسان، لابد من، عشان كده سيدنا النبي قال لنا إيه؟ ليس الشديد بالصراعة اللي يقدر، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. دي أهم حاجة، إن أنا لما عيلي ينرفزني أو حتى اللي قدامي أيا كان هو مين ينرفزني، أتحكم في نفسي، يبقى عندي اللي هو السيلف كنترول. لا تغضب. لا تغضب. بس يا مولانا أسألك على حاجة، لو كان واحد بقى ظالم ودعوة وحش وفي ساعة إجابة، نعم، بتستجاب؟ نعم. طبعا ده يعني هو اللي ظالمني ودعوته وحشة عليا، تستجاب؟ لا، بص حضرتك، سيدنا النبي قال ايه؟ دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله. المظلوم مش الظالم. لا مش طب الظالم. انا بقى في جدال مع الدكتورة هند البنا منوراني هنا، بتقول لي انه مفيش حاجة اسمها انه ممكن ربنا يستجيب لدعوة ام لو كانت وحشة، ربنا بيستجيب الدعوات الحلوة بس. الفكرة زي ما قلت لحضرتك، لو صدفت ساعة الإجابة خلاص يبقى اتكتبت وتسجلي، هي دي المشكلة. يا دكتور عشان كده قولي. طب دكتور يا مولانا دكتور هند عايز اسألك على حاجة حضرتك، يعني هل الدعوة بالموت هتحقق حتى لو لم يقدر له الموت؟ ما يا فندم، ما هو حضرتك بتقولي كلام مظبوط، الفكرة كلها في ساعة الإجابة، ودي يعني دي بتبقى حاجة كده بتاعت قدر ربنا سبحانه وتعالى، وزي ما حضرتك قلتي إن ده برضو بيبقى بقدر الله عز وجل. لكن من المفترض والمفروض إن الإنسان يمسك لسانه. طبعا ده متفقين عليه. نعم نعم. يعني حضرتك عايز تقول بطريقة ما، نعم، إنه ممكن الأم فعلا اللي دعت على عيالها إن هم يغرقوا وما يلاقوش حد ينجدهم، دي الدعوة للأسف صادفت. للأسف صادفت ساعة استجابة. لا إله إلا الله. الله دعاءها.
فدي دي دي مشكله. اسال الله عز وجل ان هو بصراحه يعينها ويصبرها. وطبعا اكيد احساسها بالذنب احساس فظيع جدا، لاني كمان يعني مش ماتوا خلاص، لا ده ماتوا بنفس الدعوه اللي هي دعتها، فطبعا ده اكيد يعني مأثر تأثير سلبي جدا على نفسيتها. ربنا سبحانه وتعالى يعينها ويصبرها ويقويها على مصابها حقيقه يعني. طب ايوه انا عايزاك تقويها مولانا، ان انا هحترم يعني احترم الاختلاف في وجهات النظر. نعم. وكأي إنسانة عادية بختار وجهة نظر تريحني من غير زعل، إنه تريحني إنه لا يا رب إنه ده كان قدر ومكتوب عشان أنا أرتاح. طب هي دلوقتي مش مرتاحة خالص يا مولانا، وكانت بتحاول تنتحر عشان تروح لهم. لا 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 لا، هذا خطأ، يعني ما عالجش المشكلة بمصيبة أكبر منها، ما ينفعش. أولاً الانتحار في حد ذاته حرام وهو كبيرة، لكن تصحيحا للمعلومة المنتحر ليس بكافر ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله ومات على ذلك، لكن هو ارتكب كبيرة وجريمة يعني نسأل الله عز وجل، يعني ربما أحيانا الإنسان بيكون تعبان نفسيا، بيكون يعني بلغ مبلغ من قلة المقاومة أو ما شابه ذلك، لكن يكفي أنني أقول لها حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قبض الله ولد عبده يسأل وربنا أعلم، يسأل ملائكته قبضتم ولد عبدي؟ يقولون نعم. قبضتم فلذة كبده وثمرة فؤاده؟ يقولون نعم. فيقول الله عز وجل لملائكته ماذا قال عبدي؟ فيقولون يا ربي حمدك واسترجع. فيقول الله عز وجل لملائكته ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ربنا سبحانه وتعالى قال زي سيدنا النبي يا مولانا عليه الصلاه والسلام، كان نفسه في ولد، ولما توفوا نعم بقى يقول ولا نقول ما لا يرضي الله، يعني نعم انا لله وانا اليه راجعون. الحمد نعم لله، نقول ما يرضي الله عز وجل، انا لله وانا اليه راجعون. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. من هم؟ الذين اذا اصابتهم مصيبه عملوا ايه؟ قالوا انا لله وانا اليه راجعون. عشان كده الانسان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انما الصبر عند الصدمه الاولى، الواحد في الصدمه دي يلحق نفسه ان لله وانا اليه راجعون، لا حول ولا قوه الا بالله. اللي بيلحق نفسه في اللحظه دي ربنا سبحانه وتعالى، من ابتلي بمصيبه فقال اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها الا اخلف الله عز وجل. هي ما لحقتش بقى يا مولانا، تقدر تعوض بقى انه الوقت اللي فاتها ده؟ تقدر تجتهد في الدعاء، تجتهد في قراءة القرآن، تجتهد في الاستغفار، تجتهد في الصلاة، ويجعلك سبب يا رب، تجتهد في الصلاة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى ربنا يعني قادر على أن يعني يريح نفسها ويطمئن فؤادها ويثلج صدرها إن شاء الله رب ويصبر العالمين، ويصبر قلبها. ونورتني نورتني، كفاية إن الأولاد دول هيكونوا فرط ليها في الجنة إن شاء الله يا رب. اللهم أمين، يعني هيكونوا في استقبالها ان شاء الله، انا بطمنها انهم هيكونوا في استقبالها في الجنه ان شاء الله. اللهم امين. ونورتني يا شيخنا وتسلم وعلى راسنا، ويا رب يكون كلامك في ميزان حسناتك ويكون صبر قلبها، وبشكرك.